السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل من كوريا الجنوبية، صباح الفخامة والجمال. النهاردة بسم الله ما شاء الله معنا تحفة جديدة، تروكس 2013 فول اوبشن، مش حل مسمار، مفيهاش خربوش، تحفة فنية بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حالات اللي معودينكم عليها دايما، لجان المصانع على حضراتكم على طول. 2013 حالة 2023 ما شاء الله. بسم الله نبدأ ونشوف الفخامة اللي موجودة معانا النهاردة، لمزات المرايات، العتب المعدل، فخامة الـ SUV، الباب وأوبشنه وألوانه، كرسي الكهرباء، فتحة السقف. ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة فنية. الباب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، مرايات ضم، مرايات كهرباء، إزاز كهرباء، سنتر لوك، لوك الإزاز، سنتر لوك من الجنبين، فخامة وألوان الصالون، اللون الأسود في اللون البني، حتى الكراسي الجلد اللون الأسود في اللون البني، قمة الفخامة والروقان، الطارة والعربيات اللي لسه بحالتها ما شاء الله، اللهم بارك. عداد 115-300، تحكم كامل بالطارة، مثبت سرعة، مفتاحين، ولاعة، باور، مروحة، تحكم في درجة الحرارة، كرسي سخان، كرسي سخان، أوضاع التكييف، مضاد الانزلاق، الشاشة، كاميرا الخلفية فول اوبشن ما شاء الله، حالة مسمار ما فيهاش غلطة، حالة مميزة ما شاء الله. الصالون اللي لسه دخلته، هنا فيشة دواسات عش النمل اللون الاحمر ما شاء الله، تحفة فنية ما فيهاش غلطة، اللهم بارك. حالة مميزة، الجنط الاصلي اللي لسه في حالته، شيفروليه تراكس ال تي زد تربو، كاميرا الخلفية، حساس الخلفي، زنا بالمصنع، زنا بالفابريكا، مسامير بالشنطة، مسامير الفابريكا، فخامة الصالون من هنا ما شاء الله، اللهم بارك. مسامير باب الشنطة، مسامير الفابريكا، زنب المصنع، زنب الفابريكا، كل صغيرة وكبيرة بنوضحها لحضراتكم، تفاصيل العربية كلها بين ايدين حضراتكم، الاستبن اللي لسه ممشيش على الارض، المراية، الحوض، اللهم بارك ما شاء الله، تحفة فنية. وهنا كمان معدلها، مخليها شداد، بدل مجرد تفتح الباب الكبوت بيقف، بدل يعني ما تستخدم ديت، ستيكر كبوت الاصلي، مسامير الكبوت، مسامير رفرف، مسامير الفابريكا، ختم الشيفروليه الاصلي، مسامير الفابريكا، بتحاط زنب المصنع، زنب الفابريكا ما شاء الله، بتحاط زنب المصنع، زنب الفابريكا، مسامير الفابريكا، ختم الشيفروليه، تحفة فنية اللهم بارك. عربية ما فيهاش غلطة ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب ويدي خيرها ويكفي شرها وتوصل بألف سلامة بإذن الله. نتمنى لكم السعادة والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.